طيب رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الانتقادات، يعني هو رد قاسي من الممكن نعتباره، يعني هدد أوروبا بفتح المجال أمام اللاجئين السوريين الذين هاجروا من سوريا نتيجة قمع وقتل نظام الأسد. هل من الممكن أن يقدم الرئيس أردوغان والسلطات التركية على فتح المجال أمام المهاجرين؟ يعني النقطة هنا واضحة تماما. أتوقع بأن أوروبا يجب أن تعي بأن تركيا هي تحملت عبء الأمم المتحدة وتحملت عبء مشكلة دولية، ليست على تركيا أن تتحمل لوحدها هذا العبء. والاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية إعادة قبول اللاجئين بناء على شروط محددة، وتركيا إلى الآن تقريبا استهلكت فوق 40 مليار دولار من مصاريف طيلة 9 سنوات الفائتة. وبالتالي إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، وأتوقع بأن الحدود تفتح، وأتوقع بأن كل الاحتمالات واردة. من يريد أن يذهب إلى أوروبا فتيسر له الأمور، وربما تدفع له التذكرة مجانا للذهاب إلى أوروبا أيضا. يعني الباصات والطائرات والقطارات التركية موجودة، لذلك على أوروبا أن تتجرع من نفس الكأس إذا ما استمرت في مواقفها المعادية إلى تركيا، وإذا ما تزال لم تلتفي بالتزاماتها، هي عليها أن تفي بالتزاماتها التي وقعت عليها. طيب ماذا عن اتفاقية الحد من الهجرة والتي توافق عليها تركيا وهي متعهدة بها؟ يا سيدي، الاتفاقية هي اتفاقية بشروط. تركيا التفت بكل التزاماتها وقبلت العودة لمن لا تريد تلدم أوروبا، وتسمى اتفاقية إعادة القبول المهجرين. كل ما يتم ضبطه في أوروبا يهجر إلى تركيا. هذا الاتفاق له بعد آخر، البعد الآخر هو التزام المالي مقابل أن يكون هناك إعادة قبول هؤلاء المهجرين إلى تركيا. وبالتالي إذا ما لم تلتزم وتدفع أوروبا ما وقعت عليه، وكان الاتفاق ينص على أنه ستدفع تلتزم ب7 مليارات في 2017 و7 مليارات في 2018، وإلى الآن لم تأتي إلا فقط 2 مليار. وبالتالي إذا لم تشارك أوروبا في هذا العبء المالي ولم تحول ما التزمت به، فستنهار هذه الاتفاقية، وبالتالي تركيا لن تقبل أي لاجئ يتم ضبطه أو القبض عليه في أوروبا، ولن تستقبله مرة أخرى. طيب ما هو